عايزين نطلع بره الحته دي واقول لك هو ايه حكايتك مع الشاورما؟ الشاورما يعني اتفاجئت ده قالوا لك هنا اكيد انا توصل لي بقى معلومه كده يعني انا سمعت ان انت بتاكل ساندوتش الشاورما تقريبا يومي ما عندكش مشكله من ايه حكايه الشاورما معاك؟ لا انا خلي بالك بس انا متعلق بالحاجه قوي وافضل وراها 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 لحد ما خلاص ازهق يعني دلوقتي ما بتبقاش عايز تاكل شاورما خالص ولا بقالي سنتين ما اكلتش شاورما ثلاثه هو كنا شغالين هنا في قناه الاهلي ايوه فالبرنامج بيخلص متاخر بعيد عنك بعيد عني قوي يعني كنا بنخلص حوالي تقريبا الساعه 2 ولا الساعه 2 ونص فكنا الاستاف بقى يعني الاستاف اللي معانا كله سواء كان الناس المراسلين او المعدين يعني ولا حاجه فبيجوا معايا في العربيه فبنمشي فبنبقى جعانين جدا يعني فهو المحل الوحيد تقريبا اللي كان بيبقى متاح او فاتح يعني مش حبا فيها يعني مش حبا في الشاورما انا قلت كابتن سامي بيحب الشاورما قوي يعني لا 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 هو ده اللي كان موجود يعني طب ايه اكتر اكله بتحبها قوي؟ بصي انا مش مرتبط باكلات معينه انا اللي بيجي في مرات الله يبارك لها يعني بتعمل اكل جميل جدا حلو جدا فانا بحب طبخه شاطره ولا بنقول كده علشان مش هينفع نروح طبخه شاطره شاطره يعني مفيش مره كده اقول لها عايزين ناكل حاجه النهارده جت في دماغك اكل قلت لا ابقى اعملي لي الاكله الفلانيه اكيد يعني ممكن يكون حصل بس هي ايه مش عارف يعني انا انا دلوقتي افتكرت ان انا بحب الحمام مثلا بحب الحمام بحب الحمام ده اكله بحب الحمام بس خلي بالك يا جماهيريه انا بصي انا مراتي من اسبوعين بتقول لي بص انت السهل الصعب الضعيف القوي يعني انا في اوقات ببقى سلس جدا وبسيط قوي وفي ساعات في الشغل قصه تانية يعني اطلع بره الشغل في التعامل الطبيعي هتلاقيني شخص مسالم جدا لكن في الشغل زي ما قلت لك بيحكمني حاجات لازم نطبقها ما عنديش حاجه بفرضها عليها خالص مفيش حاجه بفرضها بحاجه معينه يعني